السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. طبعا يا جماعة احنا بنتابع لحد النهاردة الدورة الموجودة معانا عمر 33 يوم. طبعا يا جماعة احنا لسه ما خلصناش الدورة، ولا لسه خلصنا تفاصيل الدورة ولا التجربة ولا اي حاجة خالص. الناس اللي متابعة الدورة ديت من البداية، النهاردة يا جماعة الفرق السمان اللي قدامنا ده عمر 33 يوم. طبعا احنا اكلناه لحد عمر 22 يوم خلطة كده، وبعد كده عملنا تجربة العلف العيش الناشف. هو احنا قلنا ان احنا هنكمل بتقليل التكلفة لحد ما نشوف تكلفته والوزن بتاعه حسب ما يكون العمر بتاعه. النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة احنا هنعرف وزن السمان عمر 33 يوم، ونشوف الحاجات المطلوبة للعمر ده والاوزان بتاعته. ان شاء الله تابع الفيديو معايا علشان احنا هنشوف اكتر من دورة في الفيديو ده. احنا ان شاء الله بإذن الله زي ما احنا شايفين كده يا جماعة هنبدأ بالدورة الكبيرة او العمر الكبير، وهو عمر 33 يوم. طبعا انا كان عندي 30 جوز، 15 جوز فوق و15 جوز تحت. وطبعا احنا في الايام اللي فاتت كنا بنبيع السمان الكبير اللي كان بيجيلنا، فاللي اتبقى حاليا هو اللي انا كنت بعمل عليه التجربة. يعني انا بعت اللي بياكل علف، واللي اتبقى معايا حاليا هو اللي عملنا عليه التجربة في خلال 33 يوم دول. طبعا انا مش منزل في الفيديو ده تكلفة، بس لو انت عايز تعرف تكلفة التجربة ديت من اليوم الاولاني لحد اليوم 33 او اليوم 34 مفيش مشكلة، ممكن ان شاء الله ننزل التكلفة في الفيديو اللي جاي. الدورة دي لسه موجودة عندي وموجودة معانا. الاوزان هنشوفها مع بعض. طبعا احنا ما حطيناش غير علف وعيش يا جماعة، عشان الناس اللي كانت متابعة معايا التجربة من البداية احنا بنأكل علف وعيش، وقلنا مش مهم المدة، يعني زي ما يكون المدة. احنا المدة مثلا لو وصل ل40 يوم، انا كده كده بصور التجربة ديت وكاتب التكلفة بتاعتها. ان شاء الله برضو كنت بنتكلم في ان انا عايز اعمل التجربة ديت بتاعة العيش الناشف، لان ده موجود عندي وفرة في تجربة مثلا في عدد ممكن 50 أم ولا حاجة، أو 50 واحد ولا 100، ونعمل عليهم العلف والدشيش بنسبة مثلا، أو العيش لسه هشوف. يعني أنا هحاول أوصل بسعر كيلو أقل من 25 جنيه، عشان سعر كيلو العلف 25 و26، وده خراب بيوت يا جماعة، فلازم نشوف فكرة كده. فبإذن الله لو فيها أي حد عنده فكرة متيسرة يا ريت يقول لي في الكومنتات او يكتب لي في التعليقات. يعني طبعا يا جماعه انا نزلت بجرعه مضاد سموم وجرعه كوكسيديا للعدد اللي موجود معايا ده. طبعا ده اليوم الاول او اليوم الثاني ليهم. طبعا دي الاوزان بقى يا جماعه، بسم الله كده 206، 204 او 202، في واحد 198، وده أقل واحد يا جماعة، مفيش أقل من 198 يعني، و206 برضه. طب يا جماعة لو في حد شايف إن الأوزان دي ضعيفة يا ريت يكتب لي في الكومنتات، ولو شايف إن هي الأوزان دي معقولة على عمر 33 يا ريت يكتب لي في الكومنتات، قول لي رأيك بمعنى أصح. نيجي بقى للدورة التانية أو الدفعة التانية، ودي دفعة الهنا بالنسبة لي والله. السمان اللي قدام حضراتكم ده عمر النهاردة اللهم بارك 13 يوم. طبعا انا زي ما احنا شايفين ده منظر الصناديق. طبعا الدفعة دي شقيت معايا بصراحة، بقالها 13 يوم موجودة عندي اللهم بارك، يعني ربنا رب يديمها. المهم يعني ما عجبنيش ال الصناديق والكتمة والفرخ، حاسس ان هو مش مستريح يعني. فكالعادة قلنا بقى ننظف ونروق الصناديق بتاعتنا ونشوف الشكل بتاعنا في الاخر هيبقى عامل ازاي. طبعا يا جماعة الدفعة ديت
كانت بالصلاة على النبي 1000 فرخ عليه الصلاة والسلام، الحمد لله باقي منها 100. ده اللي خلانا ان احنا ما ندخلش دفعة الدفعة اللي فاتت، احنا بس كملنا شوية قلقنا بصراحة من الأعداد، وكانت الأعداد اللي كانت موجودة عندي كانت تخض برضو. أنا زي زيكم يا جماعة بنحاول نعمل تسويق للسمان يعني بكل طريقة يعني، فبنحاول إن احنا نوسع دايرة التسويق بتاعتنا شوية، وبدأنا نعرض في الفيديوهات بتاعتنا برضو، وبنعرض إن احنا ممكن ننزل بره خط المنوفية بس نكون كمية، بس يا ريت يكون بقى شغل تحضين يا جماعة عشان يستاهل العدد يعني. فاحنا إن شاء الله الأيام اللي جاية هنركز على شغل التحضين ونركز على الكميات، وان شاء الله مش هندخل كميات كبيره برضو، احنا هنلعب في المظبوط علشان ما نغرقش. وده الشكل بقى يا جماعه بعد ما احنا روقنا كده الصندوق بتاعنا ونضفناه وغيرنا النشاره وظبطنا الدنيا، ده بقى الشكل الاخير. اللهم بارك، ربنا يا رب يديمها علينا. نيجي بقى للدفعه الاخيره. ده طبعا يا جماعه السمان ده عمر النهارده 8 ايام، اللهم بارك زي ما احنا شايفين كده. طبعا حسيت ان الصناديق مش مظبوطة عليهم برضو، وريحة وكتمة، وبصراحة انا طولت عليهم اوي في التنظيف برضو. بمعنى اصح ما ينفعش يا جماعة نكسل عن اكل عيشنا، طالما نوينا نشتغل يبقى لازم نهتم. انا شايف ان الصندوق كده بدأ يرخم، ببدأ تلقائي كده ان احنا ناخد خطوة وننظف على طول ونهيئ المكان بتاعنا للفرخ بتاعنا. المكان الفرخ محتاج تهوية، محتاج ان العدد يقل شوية من الصندوق، محتاج ان احنا نظبط مقدار العلف بقى، بدل ما كان بياكل مثلا 0.5 كيلو ياكل كيلو. يعني المفروض بقى الوضع التاني بقى، التربية الصح اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. ده بقى بعد ما احنا خلصنا نظفنا الاربع اماكن اهم زي ما انتوا شايفين، يعني انتوا شوفوا النتيجة بنفسكم يعني، انا تخيلوا الصورة واضحة، الأكل اتحط مظبوط برضو، نزلنا بجرعة فيتامينات وأملاح معدنية يظبطوا نفسهم برضو، وطبعا خففنا الأعداد حطينا كده في كل صندوق العدد اللي يناسبه. طبعا أنا عندي مشكلة، المشكلة بتاعتي هي حاجة واحدة بس، ان انا ما عنديش مرحلة لبعد التحضين. المفروض ان انا اخلي في الصندوق ده لحد عمري مثلا 10 15 يوم، وبعد كده نبدأ ننقل في اماكن تانية تكون برضو الحرارة والحاجات ديت مهيئة شوية والتهوية اعلى شوية. فطبعا انا لسه المرحلة دي لسه ما وصلت لها، بس عامة ان شاء الله الايام اللي جاية هنوصل لاكتر من كده، وهنعمل لكل تفصيلة حاجة تانية ان شاء الله. في شغل كتير هيحصل الايام اللي جايه، في تنويع في المجال ان شاء الله، في برضو حجز سمان عمره يوم ومتحضن وعمره اسبوعين، المنوفيه مركز الشهداء، رقم التليفون بتاعي هسيبه في وصف الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه. شكرا.